سيدنا انا طلبت الهادي، مش عارف اقول ايه. مولاي الهادي ماله؟ فوق سطح القلعه كان واقف مبتسم بشكل عجيب، وشه منور كانه البدر. جيت اقرب منه، رفع ايده كانه بيمنعني اني اقرب، بعدين رفع ايديه الاتنين لفوق كانه بيدعي، وبدا يعلى عن الارض، يعلى لفوق، شب اتنين تلاته، كانه طالع فوق كده في ملايكه. وانا واقف متسمر في مكاني مش مصدق، عقلي هيجن. مولاي الهادي بيعلى لفوق وهو مبتسم، الحضرة بيختفي في السماء، وانا عينيا مش شايفة غير سماء والجوم بتلمع، مفيش اي اثر لمولاي الهادي. والكلام تاني، والكلام مرحم. الهادي هرب زي دنيا زي، ها؟ قول ان الهادي هرب واشتري لنفسك عمر والدنيا امل. ما هربش، ده بقى قتلته. حاشا لله يا سيدنا، دي معجزة وشفتها بعينيا. أنا مين عشان أقتل مولاي الهادي أو أمسه بأذى؟ أنا هخليك عبرة، أنا هقطعك حتت وأنت حي. لو هرب كنت قلت، ده ينجيني من شكوكك وينقذ رقبتي، لكن ما هربش. ولو أذيته يا سيدنا هودي جثته فين؟ أنت بنفسك قلت لنا إن مولاي الهادي إنسان مش زينا، إن الملائكة بتمليه وإن ليه أحوال عظيمة. أنا لحد دلوقتي مذهول، مش مصدق اللي عينيا شافته. قلت أكيد سيدنا صاحب مفتاح الجنة هو اللي هيفسر لي اللي شفته. مولاي الهادي صعد، طار في السماء، هو حي. هو ده مقامه، هي دي مكانته ودي معجزته. هو دلوقتي مع مولانا نزار، بين يا إما الأطهار. المفروض تفرح يا سيدنا، تفرح، مش تحزن وتعذب خادمك برزك أمين. اعتق رقبتي، اعتق رقبتي وسيبني بشر المؤمنين. سيبني احكي لهم عن المعجزة اللي هتخليك في عيون مش بس سكان القلعة، لكن في عيون كل البشر، سيدنا صاحب مفتاح الجنة اللي وريثه في السماء حي. أي عظمة، أي جلال، أي ميراث نوراني. هنا شفت الحدث العجيب بعيني، اقسم بالله انه اعجب ما شفته في حياتي. مولاي الهادي بيعلى لفوق لحد ما بيختفي في السماء، وانا بحاول امسكه لكن مستحيل. كان في انوار شديده وصوت زي الموسيقى، موسيقى عمري ما سمعت زيها قبل كده، كانه فرح الهي، استقبال عظيم يليق بالشاب اللي ملوش مثيل يا مولانا. دور عليه جوه القلعة وبره القلعة برضه، لو لقيت له أي أثر حي أو ميت. أنا مش هزهق من السؤال، وهفضل أسألك لحد ما موتك. مولاك الهادي هرب وأنت ساعدته على الهرب يا برزك، مظبوط؟ أقسمت لك يا سيدنا إنه طار في السماء، صعد لفوق قدام عيني. أنا هسألك سؤال تاني، عملت إيه في مولاك الهادي يا برزك؟ اللي حصل قلته، الملائكة اللي مليته الكتاب هي اللي شالته على كتفها، وأنا من ذهولي حكيت لبعض الدعاء، استكتمتهم على السر. هتقتلني وتقول إنك قتلتني عشان أنا قتلته، وده كذب. وهتهد جوه أرواحهم إيمان بمعجزة عظيمة حصلت لي. قلت لمين؟ للداعي الأول والتاني، وكانوا في منتهى الخشوع والتصديق. ليه مش عايز تصدقني وهما صدقوا؟ وإيمانهم بيك وبابنك فوق كل إيمان،
خصوصا بعد ما قلت لهم وصيته اللي خفت اقولها لك، وهو بيودعني وبيصعد للسماء. قال ايه في الوصية؟ ابتسم وقال لي: اعلم يا برزك ان مقام سيدنا حسن الصباح فوق كل مقام. والله قلت الحقيقة.